أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم ما أبرز العناوين. سنتابع في أبرز عناوين نشرتنا لليلة بإذن الله: جلالة الملك يترأس مجلسا للوزراء بالرباط، ومن بجدور يوم دراسي حول الولوجيات من تنظيم إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. ومن الداخلة سنتابع بإذن الله ريبورتاج حول اختيار مدينة الداخلة كأفضل مدينة رياضية أورو متوسطية. أهلا بكم. بداية النشرة بالنشاط الملكي، حيث ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم قصر الملكية السيد عبد الحق المريني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا. نص البلاغ للقصر الملكي: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019 ميلادية بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين. ففي بداية أشغال هذا المجلس الوزاري تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا من خلال إضافة كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وكذا رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للتمركز الإداري إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة. كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج مدني وعسكري والخدمات المتصلة بها، ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب التزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات وتحديد التزامات مصدرها ومستورديها. ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف مدعومتين بمشروعي قانونين. ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد. وبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى السيد روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد روش مارك كابوري عن أحر التهاني مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب البوركينابي بالتراد التقدم والازدهار مما جاء في برقية جلالة الملك، وإذ أشيد بالوتيرة المتسارعة التي حافظت عليها المملكة المغربية وبوركينا فاسو في تطوير علاقاتهم الثنائية في العديد من الميادين، فإنني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات تعاوننا المتميز والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا.
في موضوع آخر، انطلقت الدورة الثالثة لملتقى الأبواب المفتوحة التي نظمها مركز التأهيل الفلاحي بمدينة العيون تحت شعار التكوين الفلاحي دعامة لتطوير المقاولة، والتي عرفت مجموعة من الأنشطة والفقرات يقربنا منها محمد لمين الجارح ومحمد مولود ملاخف. سعيا للانفتاح على الشركاء في ميدان التكوين وعلى محيطه الخارجي، ينظم مركز التأهيل الفلاحي ملتقى الأبواب المفتوحة، إذ تشكل هذه الأخيرة فرصة لمتدربي المركز للاطلاع عن قرب على ما يوفره هذا المجال من فرص وإمكانيات لإنشاء وتطوير المقاولات في القطاع الفلاحي. هذه الدورة تأتي في إطار تدعيم الشباب خريجي المقطن إنشاء مقاولاتهم من أجل إحداث مشاريع خاصة بهم لتنمية الدخل من خلال هذه الأبواب المفتوحة. هناك ورشات وندوات حول المقاولة وحول كذلك الشراكة مع البنوك والدعم هذه الشباب من أجل دعمهم لإنشاء مقاولاتهم. هذه الأبواب المفتوحة كتخلينا نحتكوا بالناس اللي عندهم مشاريع وبروجيات يعني سابقين في الميدان، وكنتمنى تعود تجربة زوينة بالنسبة لنا. الأبواب المفتوحة كتفتح لنا آفاق على أننا نتعرفوا على تعاونيات اللي كتهتم بالمنتوج الفلاحي، خصوصا المنتوج الصحراوي. كتثمن المنتوج وتبينوا لنا على الصعيد الوطني وعلاش نلقى حتى خارج الوطن. هما اللي كنعرفوا ناس اللي هما اللي عندهم تجربه في هذا الدومين، ونجبروا هما اللي ناس عندهم خبره كثير اللي نقدروا حنا نستافدوا منها. على مدى يومين تستمر فعاليات الابواب المفتوحه للمركز، والتي سطر القائمون عليها برنامجا يشمل فقرات وانشطه مختلفه كمعرض للمنتوجات المجاليه وورشات تكوينيه ودوري رياضي. إلى إقليم أسازاك، حيث استفادت التعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من محاور دورة تكوين امتدت لثلاثة أيام، ولامست موضوع القيادة وإدارة التعاونيات والتسويق عبر الأنترنت من تنظيم المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. حافظ محتار محمد مصطفى خيوم محمود الشرك. 25 جمعية وتعاونية محلية تنشط في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأسازاك تستفيد من محاور هذه الورشة التكوينية التي تتوخى أساسا الرفع من قدرات هذا النسيج وتمكينه من جديد تقنيات الصناعة التقليدية والخدمات الحرفية. ورشة ساهمت في دعم وتعزيز مكتسبات مسيرات ومسيري التعاونيات المستهدفة على مستوى طرق وآليات القيادة الفعالة وإدارة المؤسسات التعاونية وكذا التسويق الإلكتروني للمنتجات. تكوين الجمعية ديال المنطقة، القيادة وأسلوب القيادة وصفات القائد والفرقة ديال العمل، كيفاش غنكونوها وكيفاش غتنجح وكيفاش تخطط الأهداف ديالها وكيفاش توصل الأهداف. خدمنا على تقنية التواصل ولا مهارات التواصل مع تقنيات أو مهارات حل الخلافات والنزاعات بين الأفراد، والحمد لله المجموعة كانت موتيفي. دورة تكوينية لفائدة الصناع التقليدية والمصانع التقليدية بإقليم أسازاك في مجال المنتجات طبعا التقليدية، والحمد لله كان واحد تجاوب كبير من طرف النساء والرجال من مختلف الحرف، وكانت يعني الحمد لله كما شافوا الإخوان راه كانت يعني دورة مثمرة ولله الحمد، وتعطت فيها معلومات هامة اللي إن شاء الله غادي يخدموا عليها، وكانت تطبيقات كذلك في نفس الوقت عن طريق المجموعات المشاركة. هذه الدورة التكوينية التي تنزل استراتيجية وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في مجال الرفع من قدرات ومكتسبات النسيج التعاوني تأمل المساهمة في إنجاح مشاريع الاقتصاد الاجتماعي بالإقليم عبر تثمين عطاءات الفاعلين في هذا الحقل بالمنطقة وتمكينهم من ضوابط الدفع إلى الإدماج بمبادراتهم وإنجازاتهم في قطاع الصناعة التقليدية والخدمات الحرفية. تعلمنا بزاف ديال المواضيع، وكانت أنشطة شيقة يعني تطبيقية، عشنا اللحظة وعشنا طريقة تسيير وقيادة تعاونية كيف ما كانت، وأيضا إدارة كل ما يخص الإدارة من أهرامها من تكويناتها يعني من الرئيس النائب والحقوق الواجبات. السادة اللي هي وصلت لنا واحد المعلومات على الطريقة ديال كيف حالاش نكونوا تعاونية، كيف حالاش يكون التعاون بيناتنا وبين الأشخاص اللي كاينين وسط التعاونية والأعضاء الأعضاء، وطريقة كيف حالاش أننا غادي نديروا مشاريع جديدة ولا كيف حالاش غادي
كيف حالاش ندير الافكار، كيف حالاش دوك الافكار بيناتنا نناقشوهم طريقة صياغه الاجتماعات. الدوره كانت ناجحه بامتياز، واللي حضرتها 26 تعاونيه عامله في مجال الاقتصاد الاجتماعي سواء في لاحيه ولا الصناعه التقليديه وغيرها، وشاركوا فيها العنصر النسوي بالإضافة إلى الذكور من مختلف الأعمار، والهدف منها هو تقوية قدرات التعاونيات، كيفية تدبير الملفات والمشاكل المطروحة لدى التعاونيات، والمحور الثاني متعلق بتسويق المنتوج عبر الإنترنت. حلقات تكوينية تقدم مساهمة في تعزيز مكتسبات الفاعلين في الحقل التعاوني بالإقليم ودعم قدراتهم للدفع إلى الأمام بمشاريعهم وإنعاش العديد من الحرف التقليدية التي تلقى منافسة من منتجات الصناعة العصرية. بالعيون، أشرفت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالعيون على تنظيم ندوة قانونية حقوقية طرحت خلالها مواضيع حول العنف ضد النساء والفتيات، محاور عدة تعددت فيها المداخلات لملامسة جوانب مختلفة من موضوع الندوة التي جمعت عددا من المعنيين بشؤون المرأة قانونيا وحقوقيا واجتماعيا. التفاصيل مع محمد تروزي والمحجوب كزيز. الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. التأم ضمن هذا الموضوع عدد من الفعاليات لطرح محاور مختلفة حول حماية المرأة ومحاربة العنف ضدها ودور الأجهزة القضائية في التعامل مع حوادث العنف الزوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومكانتها أيضا في الإسلام، بالإضافة إلى مواضيع ومحاور أخرى تسلط الضوء على المرأة ومناهضة العنف ضدها. ظاهرة العنف أعتقد بأن هذه الظاهرة التي أصبحت تعاني منها المجتمعات الحديثة أو المجتمعات المعاصرة مرد أساسا لعدة أسباب. هناك أسباب اجتماعية مرتبطة بالوضع الاجتماعي داخل الأسرة والعائلة، ثم هناك أسباب اقتصادية مرتبطة كذلك بالنمط الاقتصادي وتدني المعيشة، ثم هناك أسباب أيضا نفسانية وسلوكية هي مرتبطة بطبيعة الجانب النفساني والسلوكي داخل العائلة والأسرة. وأعتقد بأن للوقاية والحد من هذه هي من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات هناك بعض الطرق، منها الاندماج الاجتماعي، هناك طرق قانونية وتشريعية حددها القانون موضوع العنف ضد المرأة. ولحد الساعة لا زال الجميع في حيرة من الحماية القانونية للمرأة والحماية الجسدية لها، لأنه رغم جميع هي شوف هي كتبقى مسألة توعية، مسألة تربية، لأن شوفوا حد شباب يتعاطى المخدرات، تغيير السلوك دياله، قلة الوازع الديني، وهو هذا هو اللي احنا بتضافر الجهود لأن نحاولوا لملمت الشباب، وعي الشباب. الندوة التي تأتي بمناسبة الحملة التحسيسية 17 لوقف العنف ضد النساء طرحت خلالها جملة من المحاور المرتبطة بالجوانب التشريعية وكذا الشرعية المرتبطة بالمرأة وتوفير الحماية لها، مع التأكيد دائما على محاربة العنف ضدها، مع حديث هنا عن أساليب الوقاية من هذا العنف المهدد لتكوين الأسرة وكذا المجتمع. في موضوع آخر، أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل نظم مساء أمس الثلاثاء بالرباط عن أسماء المتوجين بالجائزة في دورتها 17 بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات من عالم الصحافة والفن والأدب والسياسة. وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن الفائز بالجائزة التقديرية إلى جانب الفائزين من أصناف التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة والإنتاج الصحفي الأمازيغي والإنتاج الصحفي الحساني وجائزة الصورة وجائزة التحقيق الصحفي. علي الكبش والتفاصيل. الدورة 17 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة ولحظات الإعلان عن المتوجين وسط حضور لرجالات الصحافة والسياسة والفن والأدب. جوائز المسابقة جاءت تباعا في أصناف السمعي البصري والسمعي والمكتوب الورقي منه والإلكتروني، دون أن تستثني الإنتاج الصحفي الحساني والأمازيغي كما مروذي الصورة. الجائزة التقديرية لنسخة هذا العام منحت للإعلام محمد بوخزار بأرشيف العطاء المهني، لتتناوب الوجوه الصحفية والإعلامية في لحظة الإعلان عن الأسماء المتوجة من على منصة الاعتراف في مصافحة تذكار المسابقة.
في صنف التلفزة جاءت الجائزة مناصفة بين الصحفيين المهدي مصدق من القناة الثانية وخديجة رشوق من القناة الأولى، فيما صنف الإذاعة عدت جائزته للإذاعية منيا عرشي عن الإذاعة الوطنية، بينما آلت جائزة الصحافة المكتوبة في شقها الورقي للصحفي بجريدة ليزانسبيراسيون إيكو صلاح الدين المعيزي. أبناء الأقاليم الجنوبية كانت لهم الكلمة في محفل الاحتفاء بالصحافة والصحفيين وطنيا. خريج مدرسة فهد العليا للترجمة والإعلامي بقناة العيون محمد الفيرس يتوج بجائزة الإنتاج الحساني عبر وثائقي خاص عن مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 1 زينت الداخلة تحت عنوان طريق الأمل، فجاء حصاد الاجتهاد المهني بجائزة وطنية. لا أعتبر هذا التتويج تتويجا شخصيا بقدر ما هو تتويج جماعي، مجهود جماعي تقسمته مع زملائي في أثناء الإعداد لوثائق خاص بمشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 1 تزنيت الداخلة، مشروع هيكلي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد، كما أعتبره أيضا تتويجا لقناة العيون ولريادتها ولدورها الهام في مواكبة كل الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى. نحن محكومون دائما بالأمل، نتمنى غدا مشرقا لإعلاميين وإعلامينا ولبلادنا إن شاء الله. حصاد تواصل لكن هذه المرة عبر مقالة شهادة عن سجن الذهيبية بمخيمات تندوف من تحرير الصحفي بجريدة جود الإلكترونية الوالي الزاز. مسابقة تعد الأكبر في حقل الصحافة بالمغرب بإشراف لقطاع الاتصال دعما للصحافة والصحفيين وطنيا. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت جمعية شمس للأعمار الاجتماعية وذوي الإعاقة ببجدور بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من الشركاء يوم دراسي حول الولوجيات بإقليم بجدور. بريغنا العروسي ومحمد شارع. هو يوم دراسي حول الولوجيات اختار منظموه شعار توفير الولوجيات حق في الحياة، شعار اختارته جمعية شمس للأعمال الاجتماعية وذوي الإعاقة ببجدور ليعقد تحته هذا اليوم الدراسي. جل المداخلة سلطت الضوء على وضعية الولوجيات بمدينة بجدور وأفق تنزيل المعايير القانونية والتقنية المحددة في قانون الولوجيات والهدف المساهمة في الرفع من مستوى الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. لتشخيص يعني واقع المدينة إقليم مدينة بجدور فيما يخص حاجية الأشخاص خاصة بشكل خاص الولوجيات. هذه النتائج تبين وسفرت من خلال يعني تفريغ وتحليل معطيات هذه الاستمارات على أن مدينة بجدور لا زالت تتوفر على ولوجيات ولم يحدث بها ولوجيات بالنسبة للمؤسسات المستقبلة للعموم. بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال الدراسة التشخيصية والميدانية لوضعية الولوجيات بالإقليم، حرصا وانخراطا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين هذه الفئة من حقها في الولوج بجميع المصالح والمؤسسات الاجتماعية والتربوية على حد سواء بالإقليم. اليوم الدراسي كان مناسبة لفتح النقاش والتفكير بصوت عالي في واقع الولوجيات بالإقليم وحصر الاحتياجات والخصائص بناء على معطيات ملموسة مع إذكاء الوعي بالبعد الحقوقي لهذه المعضلة. كما شكل اليوم الدراسي فرصة سانحة لتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لتسهيل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من المرفق العمومي. ارتأى جمعيتنا إلى أن تخلد هذا اليوم الدراسي لعرض نتائج هذا المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه داخل إقليم التحدي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من الشركاء يعني من أجل تسليط الضوء على واقع الإعاقة بهذا الإقليم لكون الولوجيات حق يجب الإشادة به. كذلك توقيع عدد من اتفاقيات شراكة مع جمعيات عاملة في مجال الإعاقة. وهي دراسة مهمة نسميها من حيث أنها كونها دراسة ميدانية بأيدي وسواعد أبناء المنطقة، وهذا سوف يعني يعطي إضافة جديدة للحصيلة أو المعطيات الخاصة بالأشخاص بالإعاقة، خصوصا أننا نعاني من ضعف كثير في هذه المقياس، بالإضافة إلى أن الولوجية هو حق من حقوق الأشخاص بالإعاقة وحق تمكيني حاليا بحكم أنه يسمح للأشخاص بالإعاقة من المشاركة الفاعلة والشاملة في جميع مناحي الحياة.
هذا اليوم الدراسي ينظم للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لتوفير الولوجيات في جميع المرافق العمومية بالإقليم في أفق الدمج الشامل والكلي لهذه الفئة، مع تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكريس احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. في مجال الإعاقة دائما وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت مدرسة ابن زهرة الابتدائية بسمارة وبتنسيق مع جمعية الساقية الحمراء للرياضة الوتيرية وجمعية عطلة لأطفال التوحد والتأخير في النطق صبيحة تربوية لفائدة هذه الفئات. النشاط تضمن عددا من الفقرات والمزيد رفقة محمد المصطفى خية. مبارك بس. هي صبيحة تربوية رياضية وبيئية لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة وذوي التوحد من منخرطي جمعيتي الساقية الحمراء للرياضة الوتيرية الأيروبيك الرشاقة والإعداد البدني وجمعية عطالة لأطفال التوحد والتأخر في النطق بسمارة وتلاميذ مدرسة ابن زهر الابتدائية، وتخللها تنظيم ورشة للرسم والتلوين وكذا حصة رياضية وعملية غرس للشتلات. وتهدف هذه الصبيحة للمساهمة في التعبئة الاجتماعية حول برنامج التربية الدامجة ولتسهيل اندماج هذه الفئة وتحقيق تكافؤ الفرص والإدماج. مؤسسة ابن زهر أبت إلا أن تجسد المضامين والمواثيق التي حثت على إدماج التلاميذ وخصوصا ولوج مرافق التربية والتكوين، وبالتالي إعداد أطفال أو أشخاص الغد في وضعية سوية من دامجين مجتمعيا. اليوم كنشوف الفضاء ديال مؤسسة ابن زهر كيجمع الأطفال ديال هذه المؤسسة مع أطفال ديال جمعية عطاء الله لأطفال التوحد، وفي واحد الانسجام اللي هو كبير وواحد الإدماج اللي رائع. احنا حاولنا كنخصوا اليوم واحد الساعة رياضية لأن الرياضة مطلوبة في هذه الحالات هذه، وكما كتشوفوا وكما عينتوا بأنهم لو كيستجيبوا معنا، وكذلك واحد المجهود كنشكر بزاف الاباء اللي داروا فينا الثقه. هي انشطه اجتماعيه وتربويه لفائده الاطفال في وضعيه اعاقه وممن يعانون التوحد بالسمره، وتاتي في اطار سلسله انشطه مكثفه تنظم لضمان اندماج هذه الفئات مع محيطها الاجتماعي. بعد طول ترقب وانتظار للخط البحري طرفي فوينت بنتورا، مشروع بدأ يرى النور بعد اكتمال بناء الميناء الذي سيستقبل الباخرة، إضافة إلى وضع آخر الترتيبات لإكمال المباحثات مع عدد من المسؤولين المحليين ومن جزر الكناري لإنجاح هذا المشروع الكبير. ريبورتاج لملك المرابط وإبراهيم شولي. هكذا يبدو ميناء طرفية بعد أن اكتملت الأشغال به استعدادا لاستقبال الرحلات البحرية التي ستربط طرفية بجزيرة فورتيفنتورا، فقد تم وضع آخر الترتيبات لإكمال مسلسل طويل من المباحثات مع عدة مسؤولين وطنيين ودوليين. هذا الخبر لاقى استحسانا كبيرا لدى ساكنة الأقاليم الجنوبية عموما وساكنة مدينة طرفية بالخصوص، والذين ينتظرون بشغف كبير فتح هذا الخط البحري منذ زمن بعيد. الميناء أصبح جاهز، سلمت لأم بي وكالة استغلال الموانئ يوم 18 في شهر 10 من هذه السنة. اليوم بقات يعني اللي يفصلنا وهي الباخرة على أنها باش تبدأ باش تخدم هذا الخط. الباخرة هي تم يعني كراء باخرة من طرف أحد أبناء المنطقة وأبناء طرفها. الآن اللي ننتظره جميعا وهو الوزارة أنها ترخص للخط. كل شيء جاهز، ميناء جاهز، الباخرة جاهزة، الأجهزة الدولة كلها جاهزة وعلى رأس السيد العامل اللي كل شيء عطاو إشارات على أن كل شيء جاهز. الآن درايك بقينا في التسريع بوتيرة يعني ديال الترخيص. بالنسبة للخط البحري كمشروع له انعكاس كبير على ساكن الطرفية، بالتالي سيخلق جسور من التواصل وبالتالي ما بين الافراد والسلع، وبالتالي سيكون انعكاس على مستوى التنموي لاقليم طرفية، وبالتالي سيخلق كذلك ديناميه جديده بالنسبه لاننا تشكل جاليه اكبر جاليه في الاقاليم الجنوبيه هذه، وبالتالي هي سيعطيها انعكاس كبير كذلك وسيعطيها سهلها الطريق نحو تحقيق تنميه مستدامه بهذه الاقاليم.
أشهر قليلة إذن تفصل ميناء طرفاية عن استقبال أول الرحلة البحرية التي تربط الأقاليم الجنوبية بجزر الكناري، رحلة ستكون بمثابة حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، وستعود بالنفع الاقتصادي على ساكنة الإقليم، وستشجع المبادلات التجارية وحركة تنقل الأشخاص بين الجهتين. وبطنطان نظمت جمعية قدماء البحار العاملين بالميناء حفلة إشعاعية لفائدة عمال الصيد البحري، حفلة اهتمت بتحسيس هؤلاء العمال بالأخطار المحدقة بالبحار. حافظ محضر محمد المصطفى خيا عبد الرحيم حاج. بحارة وعاملون على ظهر مراكب الصيد بميناء طنطان خلال أشغال حلقة دراسية تنظم بشراكة مع إحدى كبرى شركات الصيد بطنطان، يوم تكويني يأمل الإسهام في تحسيس هذه الفئة من العمال بالأخطار التي تتهددها خلال أنشطتها البحرية اليومية وسبل التعاطي معها مع التوعية بأهمية السلامة البحرية. عروض قدمها خبراء ومختصون خلال هذه الحلقة التواصلية. هدف من هذا الحملة هو توعية البحار وخلق تلاحم أسري، وواحد كان في هذه الحملة الحمد لله وهالنشاط تكريمات عديدة لمجموعة من البحار القدامى والجدد، وكانت تكريمات للموظفين، وكان العديد من التدخلات ولله الحمد، وكان وهذا الشيء كان من هدف من أهداف الجمعية، الأهداف النبيلة للجمعية، والحمد لله على نشاط على نجاح النشاط. كانت مناسبة باش نهضروا على النظافة والسلامة، وهو خصكم تعرفوا بالله هذه واحد العام باش التحقت عمونس باش التحقت بهذه الشركة، وكان كنديروا جميع الوسائل باش تكون عندنا واحد الثقافة ديال السلامة. رحبنا بهذه الفكرة، وكل ما غادي يقدر يساعد وباش تكون السلامة على هذه البحارة حنا ديما غنكونوا جنبهم. تنشكر الجمعية الثقة التامة اللي دايرها في الناس تاع الإدارة، وتنشكرهم عاوتاني ثانية على التكريم اللي وضعوا اللي عملوا ليا. التكريم حاجة مهمة تزيد تحفزنا العمل من هنا القدام. حلقة تواصلية تأتي في سياق الأنشطة الإشعاعية التي تنخيط فيها جمعية قدماء البحارة بطنطان، جمعية لم تفوت فرصة انعقاد هذا اللقاء قصد تكريم عطاء عدد من البحارة المتقاعدين في التفاتة عرفانا بالجميل استحسنتها كل الفعاليات الحاضرة. في المجال الفندقي ولتعزيز البنى التحتية الفندقية بسمارة جرى اليوم افتتاح وحدة فندقية جديدة بمعايير عالية، وذلك بحضور عامر الإقليم والمنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية. وحدة فندقية ترقب أن تعزز البنى المتواجدة بتراب الإقليم في هذا المجال، وأن تساهم في التعريف أكثر بالجهود المبذولة لإنعاش القطاع السياحي. نظرا للسمارة محتاجة للمشروع سياحي، ودائما الناس تجينا هون وترجع العيون بها اللي ما هي جابرة مشروع سياحي كيف هذا الحمد لله، واضطرينا اليوم الحمد لله باش نفتحوا هذا المشروع السياحي اللي هو محتاج لمدينة سمارة، وبحضور السلطات منهم العامل ومنهم المنتخبين والناس الحمد لله هي أعيان القبيلة الكاملة الحمد لله. فازت مدينة الداخلة مساء اليوم الثلاثاء أو مساء يوم الثلاثاء 10 دجنبر ببروكسل بجائزة المدينة الرياضية الأورومتوسطية، وذلك 2020، وذلك خلال حفل نظم بالبرلمان الأوروبي. جرى حفل تسليم هذه الجائزة بحضور شخصيات أوروبية، منها على الخصوص المفوضية الأوروبية المكلفة بالابتكار والبحث والثقافة والتربية والشباب ماريا جابرييل، وعدد من النواب الأوروبيين ورئيس اتحاد العواصم الأوروبية والمدن الرياضية جيان فرانشيسكو لوباتيلي ورئيس بلدية الداخلة وعدد من الشخصيات الأخرى. ريبورتاج في الموضوع لبكار دريمي محمد يداس. ببروكسل فازت مدينة الداخلة مساء يوم الثلاثاء 10 دجنبر بجائزة المدينة الرياضية الأورومتوسطية 2020، وذلك من خلال حفل منظم بالبرلمان الأوروبي،
وجاء منح هذا الاستحقاق لمدينة الداخلة اعترافا بجهود المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية لا سيما في مجال النهوض بالرياضة. وتم وصف مدينة الداخلة ضمن المجلة الرسمية للاتحاد العواصم الأوروبية والمدن الرياضية بكونها لؤلؤة جنوب المغرب، حيث تعد المدينة بمثابة بوابة الولوج إلى إفريقيا. الداخلة فيها لجنة زارت الداخلة وشافت تعلنها مدينة مؤهلة من حيث البنية التحتية ديال الرياضة، وحتى جميع الشروط اللي متوفرة واللي طرحها اللجنة من أجل هذه الجائزة جبروها على كل حال تتوفر عليها هذه المدينة. وهذا على كل حال ما جاب ذيك الحال، نتيجة المجهود الكبير اللي مبذول في جميع الأطراف، لا المجلس البلدي لا السلطة المحلية ولا الجميع المتدخلين ولا الوزارة. على كل حال ما قامت به البعثة الأوروبية المغربية الأوروبية وكذلك الجماعة المحلية والسلطات المحلية كان تضافر الجهود من أجل ترشيح هذا الملف، وكانت الدخلة الأولى الوحيدة لترشحات في الجنوب. إذن هذا كيدل على أن هناك تنمية رياضية في هذه المنطقة هذه وكبيرة، واللي صبحات الداخلة صبغة كبيرة أو وجهة للرياضيين الأبطال، منهم الكيت سيرف اللي أصبح بطولة عالمية كتقام هنا، كذلك الرياضة كاع جميع الرياضات السباحية أصبحت متواجدة هنا، كذلك الترياتلون، كذلك السباق على الطريق، كذلك ألعاب القوى، كذلك السباحة في المسبح. كما يعلم الجميع أن مدينة الداخلة وجهة عاد قبلة رياضية بامتياز، بحيث أننا كنجلسوا مع أبطال عالميين وكيجوا أبطال وبطلات عالميين كيشاركوا في الملتقى والمحافل الرياضية بالجهة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المجهود القوي اللي كتقوم به السلطات والجماعة الترابية والمجتمع المدني والساكنة كذلك. هنيئا لنا بهذا التتويج، وإن شاء الله إحنا مستعدين أننا نجلبوا جوائز أكثر وأكبر إن شاء الله. ويأتي هذا الفوز تتويجا للجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الخارجية ومجموعة من الجمعيات والأندية الرياضية من أجل جعل الداخلة وجهة رياضية بامتياز، سواء من حيث تنظيم التظاهرات الموازية طوال السنة وتطوير البنيات التحتية أو وضع سياسات وبرامج ترم إلى النهوض بممارسة الرياضة. مدينة الداخلة توجت بواحد الجائزة عالمية من أحسن المدن اللي تصنفت رياضيا في الأورو متوسط، وهذا التتويج طبعا ما جاش غير هكاك عبثا، جا من بعد مجهودات كبيرة اللي دارتها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات ونوادي ديال الرياضة هنا في شيئة الداخلة والذهب. وكما كتعرفوا بأن شيئة الداخلة والذهب تعرفت أولا برياضة الكايت سيرف وتبعها بيان سور حتى البادل، ومؤخرا تقامت واحد الكأس العالم ديال البادل. وتمنح جائزة المدينة الرياضية الأورو متوسطية كل سنة للمدينة التي تساهم بفعالية في النهوض بالرياضة والتي تجعل من الممارسة الرياضية رافعة لاندماج جميع فئات المجتمع. وبالنسبة لنسخة 2020 كانت الداخلة المدينة الوحيدة المنتمية للضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط التي تقدمت بترشيحها قصد الظفر بهذا الاستحقاق. والحمد لله اليوم احنا فرحانين بزاف بهذا التتويج اللي حصلت عليه الداخلة بانها هي وجهة اورو متوسطية، فريمون وجهة زوينة رياضية لنا، والحمد لله دونك هادشي كبير بان هاد السنين كلها اللي دازت وتعطات في هاد الرياضة هادي وشحال من نوع ديال الرياضات اخرى، هذا كيبين باننا الحمد لله المنافسة اللي كانت بيننا وبين مالاكا راه حنا زعما من اللي حصلنا عليها راه مزيان، ودابا هادشي اللي كيبشر بالخير لهاد الجينيراسيون اللي جايه وهاد كاع شحال من رياضه اخرى غادي تكون ان شاء الله تفتحوا الابواب ديالها، لا من رياضات لا بحريه لا رياضات اخرى. ويندرج ترشيح الداخله في اطار التعاون الذي تشرف عليه بعثه المغرب لدى الاتحاد الاوروبي مع الجماعه الحضريه للمدينه، حيث يتمثل هدفها في تكريس اشعاع ممارسه الرياضه بالمدينه على الصعيد الوطني الاقليمي والدولي وتوسيع قاعدته. وفي
في إطار تروي سياحي لجهة الداخلة، وادي الذهب وعاصمتها مدينة الداخلة، يقوم وفد من وكالات الأصفار بجهة الدار البيضاء سطات بزيارة ميدانية تهدف إلى التعرف على معالم السياحية والمواقع والمنتجعات التي تزخر بها الجهة في سبيل تسويقها وطنيا ودوليا. المزيد عن هذا الموضوع في ريبورتاج لبكار دريمي ومحمد الدس. في إطار الإشعاع السياحي الذي تعرفه مدينة الداخلة، يتوافد على المدينة السياحية عدد من الفاعلين في مجال السياحة، وكالة أسفار وشركات خاصة بالنقل السياحي، وعدد من الفاعلين في القطاع من جهة الدار البيضاء. الوفد يقوم بزيارة ميدانية لعدد من المواقع السياحية والمنتجعات، والهدف التعرف عن قرب على هذه المؤهلات في سبيل الترويج لها وطنيا ودوليا. هذه زيارة مجموعة من وكالات الأصفر يعني المتمركزة بالدار البيضاء، والتي تسوق مدينة الداخل على الصعيد الوطني على مستوى السياحة الداخلية. يعني قاموا مبادرة يعني بالمشاركة أو بالاشتراك مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الملكية المغربية من أجل زيارة مدينة الداخل والتعرف على المنتوج السياحي للجهة، من أجل تسويق أفضل يعني لهذه الجهة على المستوى الوطني، ومن أجل يعني التعرف عن كثب عن المؤهلات على المؤهلات السياحية لهذه الجهة. الزيارات الميدانية لأصحاب الوكالات تمكن من التعرف على المنتجات السياحية التي تقدمها الداخلة وعلى الأسعار، وكذا آراء السياح في عين المكان في سبيل الترويج لها وجلب أكبر عدد من السياح المغاربة والأجانب لزيارة هذه المدينة الساحلية ذات المناظر الطبيعية الفريدة. احنا جينا واحد مجموعة الوكالات في إطار تنمية السياحة الداخلية بالمملكة، وتنشكر السلطات ديال جهات الداخلة على المجهودات اللي قاموا بها. فات لي زرت هذه 55 سنين المدينة الداخلة، والحمد لله شفت واحد التقدم كثير، وبزاف ديال وجينا نشوفوا المنتجعات السياحية اللي موجودة باش يمكننا نوفروها للمغاربة ونعرفوهم بالمنطقة وبهذه الجهة الخلابة اللي تيصعب اللسان على الوصف ديالها، وحنا مرتاحين. والحمد لله تنشكروا جميع المسؤولين ديال المدينة وديال الجهة على الاهتمام ديالهم. نحن اليوم في إطار استقبال وفد من الفاعلين السياحيين أو أصحاب وكالات أصفار مدينة الدار البيضاء، وكانت معهم عدة لقاءات، أولا بتعريف مدينة الداخلة ونسطر كذلك داهيا كان تجع عن هذه اللقاءات، وهو نسطر برنامج عمل في إطار تعريف مدينة الداخلة. مدينة الداخلة جوهرة الجنوب المغربي وقبلة السياحة الوطنية والدولية، رويدا رويدا تأخذ مكانها في السياحة العالمية بفضل الشهرة التي تتمتع بها هذه المدينة، سواء على مستوى السياحة الاستكشافية أو سياحة المؤتمرات أو الرياضات البحرية. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس في قراءة محمد المصطفى خيه. نستهل قراءتنا لجديد صحف صادرات يوم غدنا الخميس من يومية الاتحاد الاشتراكي، وكتبت نفت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء صحة تقارير صحفية بعزمها تعيين وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جولي إيزابيل بيشوب كمبعوثة أممية للصحراء المغربية. وكشفت الصحفية أن المتحدث الأممي فرحان حق قال اليوم بنيويورك أن هناك شائعات بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش اتخذ قرارا بشأن تعيين مبعوثه الشخصي القادم للصحراء المغربية. هذا ليس صحيحا ولا أساس له من الصحة. وأضافت المصادر ذاتها أن فرحان قال أن عملية اختيار المبعوث الشخصي ما زالت قائمة، ويتطلع الأمين العام إلى تعيين مبعوثه الجديد بمجرد اكتمال تلك العملية. صحيفة برلمان كوم الإلكترونية كتبت أن نزل خبر تعليق مملكة ليسوتو بردا وسلاما على إعلام الجبهة الذي لم يستسيق أن تسحب مملكة ليسوتو لجميع القرارات والتصريحات السابقة المتعلقة بالصحراء المغربية، وهو ما يعد ضربة جديدة لأحلام البوليساري وقادتها الذين يسترزقون من أموال الدعم الموجهة لساكنة مخيمة تندوف بالأراضي الجزائرية. الإعلام المحسوب على البوليساري ومعه صفحة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها وبعض الجرائد الجزائرية الموالية للجبهة تكتمت عن الخبر دون الإشارة إليه ولو بمهاجمة مملكة ليسوتو كما فعلت مع سابقتها.
وارتباطا دائما بجديد صحفي صادرات يوم غدين الخميس يومية الأحداث المغربية، كتبت حل وفد دبلوماسي عن السفارة الأمريكية بالرباط يوم أمس بمطار الداخلة على متن طائرة عسكرية أمريكية في زيارة للاطلاع على الأوضاع السياسية والحقوقية بالمنطقة في أفق إعداد تقرير مفصل عن الواقع التنموي بالمنطقة طالبت به وزارة الخارجية الأمريكية. وذكرت الأحداث المغربية أن الوفد الدبلوماسي الأمريكي الرفيع المستوى عقد اجتماعات مكثفة بولاية جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى لقاء بالمنتخبين وأعيان المنطقة والاستماع لوجهة نظرهم بشأن نزاع الصحراء واستعراض وجهة نظرهم بخصوصه. وحسب المعطيات المتوصل بها، فإن تحركات الوفد الدبلوماسي تأتي في سياق حرص الإدارة الأمريكية على تتبع تطورات النزاع في ظل شغور منصب المبعوث الأممي للنزاع، وعلى ضوء الزيارة القصيرة لوزير الخارجية الأمريكية للرباط. صحيفة جود الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية على بعد يوم واحد من الانتخابات بالجزائر، يترقب العالم ما سيحدث بالجزائر بين الجيش والحراكيين الرافدين للانتخابات دون رحيل العصابة بأكملها. وقد عرفت شوارع الجزائر يوم أمس الثلاثاء مظاهرات حاشدة ضد الانتخابات، فيما يعول العسكر على المنتخبين لإخراج الناس للتصويت، سيما أن حملات مقاطعة التصويت وجدت صدى كبيرا في الجارة الشرقية للمغرب. عدد من المسؤولين الجزائريين قاموا بإصدار رسالة من أجل الجزائر، وذلك لحث جميع الأطراف على ضبط النفس خلال الانتخابات. الشخصيات 19 الموقعة على البيان دعت الحراكيين لضبط النفس وعدم مواجهة من يخالفهم الرأي خلال الانتخابات، فيما حملت مسؤولية ما يقع للسلطة الفعلية بالجزائر بسبب أسلوب التخوين والترهيب الذي تنتهجه وإصرارها على الانتخابات في هذه الظرفية الصعبة. صحيفة إسبريس الإلكترونية كتبت على الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن منح المغرب دعما ماليا قدر ب 101 مليون يورو فاصل 7 لمساعدته في تكثيف محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن هذا الدعم الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماري الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا يهدف إلى دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. ونقل البيان عن أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع قوله أنه بفضل هذه المساعدة الجديدة نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض الأفراد حياتهم للخطر. ويشكل هذا الدعم المالي للمغرب جزءا من غلاف إجمالي قدره 147 مليون يورو فاصل 7 خصص الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. ومن يومية المساء نختم جولة صحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدين الخميس، وكتبت يواصل فريق من قوات المارينز الأمريكية مع فرقة العمل الخاصة بعملية النقل برنامج مكافحة الألغام للأغراض الإنسانية من خلال تدريب مدربين على التخلص من الذخائر المتفجرة في المغرب بين 12 و13 من دجنبر. وذكرت المساء أن هذا التدريب سيمكن من التحقق من الذخائر المتفجرة من المستوى الأول، والذي يتمثل في التعرف على الذخائر المتفجرة وتقييم التهديد وتحديد موقع الذخائر المتفجرة وتنفيذ التدابير الوقائية والتخلص من الذخائر المتفجرة ورعاية المصابين. ويدخل البرنامج ضمن التعاون العسكري المغربي الأمريكي. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيد أحمد والمحمد سالم واللعب الله وللحسين الشرقي عن سن تناهز 85 سنة، المرحوم ينتمي لقبيلة أيتوس إداوتية، وعن سن تناهز 79 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد سالم سويدي وللفلاني، المرحوم ينتمي لقبيلة أولاد درارين أولاد موسى، وعن سن تناهز 54 سنة انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سعيد منير وهو المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب. رحم الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستكون مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب. عموما درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط 15 درجة، 19 درجة بسيدي إفنية، 23 درجة بقريميم، 21 درجة بالطنطان، 23 درجة بأس، 22 درجة بالزاك، 21 درجة بالطرفاية، 25 درجة العيون، 23 درجة السمارة، 24 درجة بكراع، و24 درجة ببجدور.
25 درجة قلت تزمور، 23 درجة بيوم مضريقة، 27 درجة بالداخل، 26 درجة أو سرد، 31 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية، الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 8:37 دقيقة، أما الغروب سيكون على الساعة 6:56 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا، نواذب 31 درجة، نواكشوط 32 درجة، زوالات 25 درجة، وتندوف 23 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها. جلالة الملك ترأس مجلسا للوزراء بالرباط. ومن بستور تابعنا يوما دراسيا حول الولوجيات من تنظيم إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة. ومن الداخل تابعنا ريبورتاجا حول اختيار مدينة الداخل كأفضل مدينة رياضية أورو متوسطية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ليلة سعيدة وإلى الملتقى بإذن الله.